أولا فلنقل إن الأمة الإسلامية هي أمة أخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والله سبحانه وتعالى يصف نبيه فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فالخلق وهو الملكة الراسخة في النفس، وهو أيضا السلوك الناشئ عن هذه الملكة، هو صفة جليلة وخلة فاضلة تتصف بها هذه الأمة، مما جعل أهل الحضارات الأخرى يتساءلون كيف احتفظت هذه الأمة بأخلاقها، ولماذا لم تذب في الحضارات الأخرى رغم النكبات ورغم التقلبات ورغم صروف الدهر ودوله، ومع ذلك ظلت هذه الأمة صامدة شامخة بأخلاقها. تلك التساؤلات الناشئة تارة عن حسد وتارة عن جهل، ومن جهل شيئا عادة، تنصب على الجانب الخلقي، لأن هذه الأمة نحن نعترف أنها متخلفة في الوقت الحاضر، وتلك الأيام نداولها بين الناس عن ركب الحضارة المادية، إلا أنها مع ذلك تحتفظ برصيد خلقي يميزها عن غيرها، ويحفظ لها كيانها وشخصيتها وملامحها. بهذا الرصيد استطاعت أن تظل صامدة على ضفاف المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادي في مختلف القارات، وفي وعلى مر الأزمنة، حتى ألف بعضهم كتابا سماه البحر الأبيض والعالم الأبيض المتوسط والعالم المتوسط، وهو رودل فرنسي، مؤرخ فرنسي، تحدث فيه عن هذه الحضارة وهذه الشخصية التي تقوم بجانب الحضارة الغربية على مر التاريخ على هذا البحر، تختلف معها في العوائد إلا أنه وتنافسها، إلا أنه قال في النهاية: إنهما حضارتان متكاملتان. هذا الخلق وإن كان يغيظ بعض أهل الحضارات، إلا أنه قد يعجبهم في حالات أخرى، وقد يكون سببا للغبطة وليس للحسد، وقد يكون سببا لاعتناق أهل الحضارات الأخرى لهذا الدين الإسلامي العظيم. فنجد في الحضارات الأخرى من يتعاطف مع الإسلام، ونجد فيه من يعتنق الإسلام. يجب أن لا نعمم إذا قلنا إن الغرب يحسد المسلمين على هذه الشخصية المتميزة، وعلى هذا الاستعلاء الإيماني، وعلى هذه الأخلاق السامية الفاضلة. لا نعمم، بل نقول إن بعض الشرائح من الغرب أيضا تعجب بهذه الأخلاق وتتعاطف معها، إلى حد أن البعض ينخرط في الإسلام. أود أن أعطي مثالا ومعلومة علمتها في هذا الشهر، في شهر رمضان المبارك. كان معي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في بلجيكا، وهو أستاذ، إنه أستاذ فلسفة، اسمه ميشود. قال لي: في عاصمة بلجيكا بروكسل، الشباب من سن معينة 20% منهم مسلمون،
ونقدر، وهو متحرس جدا في كلامه، نقدر أنه في أواسط القرن القادم سيكون أغلب السكان في هذه العاصمة مسلمين، وهذا يجر إشكالية لأنها عاصمة أوروبا، فستكون عاصمة أوروبا مدينة إسلامية. هذا مثال يدل على أن الغرب لا يبتعد عن الإسلام مهما كانت الأوضاع، ومهما كانت التقلبات، ومهما كانت الفئات التي تحاول أن تظهر الإسلام مظهر العدو، كتلك النظريات التي أطلقها هانتينغتون، سامويل هانتينغتون الأمريكي، وغيره ممن أطلقوا بعض النظريات التي تسمى بنظريات صدام الحضارات وأنها صدام حتم. لكن مع ذلك الإسلام ينمو في هذه المناطق. لماذا؟ ماذا يعجبهم في الإسلام مع أن المسلمين متخلفون، ومع أن الإعلام يقدم المسلمين كمفجري قنابل مفخخي سيارات، ومع ذلك فالإسلام يتقدم في روح هذا الغرب وفي بلاد الغرب. الإسلام يعجبهم في الإسلام كثير من النواحي، منها أولا التوحيد الخالص، توحيد الإسلام الذي لا تشوبه وثنيته، الذي يعترف بالواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو أحد لا يتجزأ، وهو صمد يحتاج إليه غيره ولا يحتاج إلى غيره، وهو علة الوجود والعلة ليست نفس المعلول، وهو سبب الأسباب والسبب ليس أين المسبب. هذا التوحيد الخالص يقول دكتور هوفمان، وهو ألماني هدى الله الإسلام وألف كتبا منها الإسلام هو البديل، وهذا الألماني كان مسؤولا عن شؤون الدفاع النووي في حلف شمال الأطلسي، ليس رجلا من عامة الناس، ولكنه اهتدى إلى الإسلام وكتب كتبا كثيرة، من آخر كتبه كتابه الذي قال المسلمون في سنة 2000. يقول هوفمان إن عقيدة التثليث في العالم المسيحي هي إلى زوال، كثير من المسيحيين لا يؤمنون بالتثليث ولا يستطيعون أن يؤمنوا بهذه العقيدة. معنى ذلك أن عقيدة الإسلام أصبحت جذابة إذا استطاع المسلمون أن يوصلوها إلى غيرهم. يعجبهم في الإسلام القرآن الكريم، فالذين درسوا القرآن أعجبوا بما يحتوي، حتى قال موريس بكاي ذلك الطبيب الفرنسي: لا توجد كلمة واحدة في القرآن تخالف العلم الحديث، في كتابه الذي قارن فيه بين القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث، بينما في هذه الكتب المحرفة هناك اختلاف مع العلم الحديث. فالذين درسوا القرآن لفت انتباههم تلك الإشارات العلمية، كإشارة القرآن في علم الأجنة، الأطوار الأربعة التي ذكرها القرآن الكريم والتي لم يزد عليها الأطباء، بل قال طبيب الكندي وهو من أكبر الأطباء في علم الأجنة، قال إن الأطوار القرآنية هي أطوار توصيفية، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضة، فخلقنا مضة عظاما فكسوا العظام لها. والأطوار التي نقولها نحن نقول الطور الأول والثاني والثالث والرابع. وقال هذا الطبيب إن كتابي يدرس بكثير من اللغات والعالم، أشهر الكتب التي يدرس في الأجنة، وإني أدعوكم إلى أن تكتبوا فيه كل ما في القرآن والسنة. وفي حوار مع التلفزيون الكندي قالوا له: ألست مسيحيا؟ قال: نعم، ولكن هذا القرآن هو والمسيحية من مشكات واحدة، هو حق. وتحدث في محاضرة عن ما في القرآن الكريم من هذه الإشارات العلمية. كثير من هذه الإشارات بهر العلماء، فمنهم من ظل في حالة الانبهار، ومنهم من تجاوزها إلى حالة الاعتناء. يعجبهم هذا القرآن الذي هو النص الوحيد
الذي سري من التحريف، منزل سماوية الذي نقرأه اليوم كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الإنجيل توجد أناجيل مختلفة كما تعرفون، بعضها يزيد على بعض، ليس فقط بكلمات ولكن بأجزاء عديدة. تعجبهم صلاة المسلمين. لقد قال الباب الحالي ماذا سألوه ما يعجبك في المسلمين، قال تعجبني صلاتهم. ولكن الذي يعجبهم أكثر هو الأخوة الإسلامية، هو الروح الاجتماعية للمسلمين. هذه الروح الاجتماعية تجعل المسلم غير أناني، يعيش في الجماعة وللجماعة. أولا في الخلية الأولى يجب عليه أن يكون برا بوالديه، يجب عليه أن يربي أبناءه تربية صالحة، يجب عليه أن يكون حفيا بأسرته، يجب عليه أن يكون مشفقا على مخلوقات الله تعالى، يجب عليه أن يعطي جاره، أن يكرم جاره، يجب عليه أن يكرم ضيفه وهو في السبيل الغريب. هذا التضامن والتكافل الذي يمكن أن نجمله تحت عنوان، هو عنوان الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه الأخوة التي تتجلى في أجلاء مظاهرها في ممارسة العبادات، عندما يذهب المسلمون إلى الصلاة صفوفا تتجلى الأخوة الإسلامية، في الزكاة عندما يقدم المسلم جزءا من ماله إلى أخيه المسلم، ليس منة ولا لا يطلب منه جزاء ولا شكورا، بل هذا واجبه. هذا مظهر من مظاهر الأخوة الإسلامية، تظهر في الحج في شهر رمضان عندما تشاهد الناس في الحرم وهم يشاطر بعضهم بعضا الإفطار. الروح الجماعية التي يظهر فيها المسلمون هذه مسألة من أهم قضية، من أهم القضايا التي يمكن أن ندعو الناس بها، ندعو الناس بالمثال الصالح أن نقدر المسلمين. الإنسان في الغرب يعيش الأنانية، يعيش الفردية، يعيش الوحشة، لأنه يعيش مع نفسه. فكثير من هم في الغرب يعتنقون الإسلام انطلاقا من هذا الواقع، يريد أن يعيش في مجموعته، تتضامن معه، تتكافل معه، تشاطره أساه وفرحه أيضا كذلك. هذه الروح وهذه الأخوة الإسلامية من أهم الأخلاق التي تميز الإسلام، ومن أهم الأخلاق التي تجذب غير المسلمين إلى الإسلام. فيجب على المسلمين أن يتحلوا بها، ويجب عليهم أن ينموها، ويجب عليهم أن ينبذوا كل ما من شأنه أن يظهرهم متنافرين متقاتلين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيقا على أمته حينما أوصى في حجة الوداع وقال للصحابي الجليل جرير بن عبد الله استنصت للناس، أي أمرهم أن ينصتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. معنى العلماء اختلفوا معنى كفارا، قيل يكفر بعضكم بعضا أو متكفرين في السلاح. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفق على هذه الأمة من الاختلاف، من روح الاختلاف التي تجعل بعضها يضرب رقاب بعض. إن ذلك هو أسوأ مثال يمكن أن نقدمه إلى الآخرين، وهو أسوأ مثال يمكن أن نتصف به، فهو ينافي أخلاق الأخوة في الإسلام. إذن الأخوة في الإسلام مسألة أساسية وخلق عظيم حض عليه القرآن، وحضت عليه السنة، وحضت على جميع مظاهره، المظاهر السلبية أو الامتناعية والمظاهر الإيجابية. مسلم أخو المسلم لا يظلمه، هذا امتناع، يمتنع من ظلمه. لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولكن هناك أيضا الإيجابية، أي لا يسلمه ولا يخذله، لا يتركه يغلب. فهذه الإيجابية تزيد على المساواة. الغرب عندهم قيمة تسمى المساواة، المساواة قيمة سلبية،
أما الأخوة فهي قيمة إيجابية، إنها تفاعل، إنها حب، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. وأخوك هذا يقول ابن رشد الحنبلي وأخوك في الإنسانية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يقول لأخيه بالإنسانية ما يحب لنفسه. فهذه الأخوة الإسلامية والإنسانية تميز المسلمين، وهي من الأخلاق الفاضلة التي تمثل دعوة في حد ذاتها يتصف بها المسلم، والمسلم يتصف بها في جميع أحواله وفي جميع ممارساته وعباداته.